هو متوقع بالايام المقبله، يعني اليوم البلد الكل عم بيقول شو التطورات اللي ممكن تصير سواء بايلول او بالتشرين الاول مع نهايه ولايه رئيس الجمهوريه عماد ميشيل عون. اولا بايلول ما راح يصير في اي تطور بمعنى العسكري مع اسرائيل، يعني البعض استبعدها، مع انه بالامس الامين العام لحزب الله السيد نصر الله اشار بانه كريش تحت الاستهداف والصواريخ ايضا ستصل الى كريش، يعني كانت الرساله كثير واضحه. نعم، انا برايي انه الحرب مع اسرائيل يعني تخضع للمزاج الاسرائيلي اكثر للرغبه حزب الله والمقاومه يعملوا حرب مع اسرائيل. هلا بيقولوا لك تطلب منهم ايران وكذا، حزب الله يعني والمقاومة جماعة يعني عارفين انه الحرب مع اسرائيل ما لنا نزهة وما فيهم يخاطروا بوضع والبلد تعبان بهالشكل. ولد البلد على طريقة شو عملت لي بالولد يعني وبالبلد. البلد راح يعني نحن خلينا نحكي بس صراحة. بس بالامس يقول السيد نصر الله عيننا على كريش وصواريخنا على كريش، يعني اكيد يعني هو واضحة الرسالة اكيد. هلا ما بقى فيهم يستعملوا مع هوكشتاين أموس هوكشتاين إلا هاي الطريقة، طريقة بانتظار أن يقدم شيء خطي. رح يتقدم شيء خطي قبل نهاية ولاية الرئيس عون بانتظار أن أنا برأيي، أنا قلت عامل تغريدي من 4-5 شهور وإيه اللي عندكم هون، أنه بأيام الرئيس عون لن يتم استخراج الغاز ولن يتم التنقيب عن هالموضوع ولا توقيع اي اتفاق ولا توقيع اي شيء، بيجي ورقه بيتفاوضوا. انا خليني اكون صريح، يعني جوزيف ابو فاضل بدي اكون صريح معك، المارونيه السياسيه لم تستطع ان يعني تبني علاقات او تعمل صلح او تعمل اي اتفاق مع اسرائيل الا اتفاق الهدنه اللي انعمل باشراف دول والى ما هنالك 48. هذا منه اتفاق. السنية السياسية الإسلامية السياسية السنية أيضا كذلك الأمر لم تستطع رئيس رفيق الحريري وغيره من القيادات وغيره وغيرتهم، رئيس شهيد الحريري يعني وغيره وابنه كمان، إلى أن وصلنا إلى الشيعية السياسية. ولاحظ أنه دولة الرئيس نبيه بري، الأستاذ نبيه بري عمل إطار لهذا الموضوع اللي له 10 سنين كان بإيده وارسلوا الى فخامه الرئيس عماد ميشيل عون. هذا الاطار ما بيحدد 23 و25 ما في حدود، هذا اطار اتفاق تفضلوا تفاوضوا انتم، لانه مش عاده الدستور يقول انه رئيس الدوله هو الذي يجري المفاوضات وبعدين بحيل على مجلس النواب بوقع على مجلس النواب بيرجع بيمشي الحال. هذا دستور الطائف يعني اللي ما تنفذ. اللي صاير اليوم انه نحن كنا عم نهاجم، او انا بهيك الايام كان بالتاني مايلي يعني بس ما كنتش فاعل، يعني انه 17 ايار اتفاق العار واتفاق كذا واتفاق كذا. اكيد اذا كان في صلح مع اسرائيل ليش بدنا نحن نصالح؟ نحن المسيحيه بصوره خاصه ويعني نحن اخر ناس لازم نصالح، لانه نحن اقليه بالشرق وبهذا البحر من البحر الإسلامي إن كان سني أم شيعي، هن فيهم يحملوا الحمل أكثر والصلحة معهم تفيد إسرائيل أكثر وتعطيها ما تريد أكثر، نحن ما فينا نعطيها شيء. لذلك نحن بدين ودنيا ضد إسرائيل.